لله، الحمد لله الذي جعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وإمامنا وقائدنا محمد رسول الله، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثره واتبعوا سنته وماتوا على ذلك، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فيقول الله عز وجل محذراً عباده مما يضرهم، وأن ينتبهوا من كل ما يضرهم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. خذوا حذركم في حياتكم، واحترزوا من عدوكم بل ومن أعدائكم، فإنهم يتربصون بكم الدوائر. لا تغفلوا عن عدوكم، فإنهم لا يغضون الطرف عنكم. لا تغفلوا عن أعدائكم، فخذوا بالأسباب وأعدوا لهم العدة، لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فإعداد العدة للأمة فرض، لا بد للأمة أن تكون قوية، قوية في فكرها وثقافتها وعلمها واقتصادها وسلاحها، قوية بكل الإمكانات الواجبة الحصول عليها والتوفر عليها وتوفرها لهذه الأمة. فلا قيمة للأمة الضعيفة ولا مكانة للأمة الضعيفة، لا مكان للمجتمع بين المجتمعات إذا كان ضعيفا. فلا بد للإنسان يكون قويا في إنتاجه، قويا في صناعته، قويا في اختراعاته، قويا في جنوده، وبجنوده قويا بمجتمعه وما يحمله من الفكر السديد ومن الثقافة الناضجة. فالأمة المتخلفة لا قيمة لها. فإذا كانت الأمة يتربع على صدورها وعقولها ورؤوسها الأمية فعليها السلام، بل وعليها الوداع، تصلى عليها صلاة الجنازة. فالأمة القوية هي التي يكون في أبنائها الأمية الصفر،
والجميع عليه أن يحارب هذا العدو وهو الأمية وهو التخلف بكل أنواعه. فإذا تأمل الإنسان كيف احتلت بلادنا عبر الأزمان، المغرب عبر الأزمان كان يتعرض للحروب وللاحتلال لأن العدو لا يسكت عنك ولا يغض الطرف عنك، لأنك تحمل هوية، تحمل هوية مميزة، تحمل ثقافة مميزة، تحمل فكرا مميزا، تحمل إرثا عريقا، تعيش في وطن تاريخه سحيق عميق، فيعملون ويريدون أن يقطعوا الأوصال التي تربط بينك وبين تاريخك، يريدون أن يهمشوك، يريدون أن يضعفوك، يريدون أن يجعلوك آلة مسخرة لا تنتج ولا تزرع ولا تصنع ولا تفكر، جماد. هكذا عبر الزمان، اقرأوا تاريخ أمتكم، اقرأوا تاريخ وطنكم، فسبب الاحتلال أننا عشنا فترة من الضعف، عشنا فترة من الهوان، عشنا فترة من التخلف، عشنا فترة من التفرق والتمزق بين أبناء الوطن الواحد. لما تفرقت الأمة وتشتت الأمة وضعفت الأمة اقتصاديا سياسيا فكريا عسكريا، طمعت فيه كلاب الأرض، وكانت المؤتمرات في كل أوروبا يجتمعون على ماذا؟ هم يفكرون في اقتصاد بلادهم، فعجزوا عن الإنتاج، خصوصا في عصر وثورة الصناعية، ففكروا في بلاد إفريقيا، بلد ثرية غنية بمعادنها وعلى رأسه المغرب الذي يشكل لهم خطر ويشكل عليهم خطر، وهو بوابة لأفريقيا وأوروبا. وسبق وإلى الآن الاحتلال الإسباني لسبتوال احتلوا واحتلت سبتوال مليلية، فكانوا يتفاوضون على من يحتل المغرب. كل دولة تعرض نفسها على أنها القائد وعلى أنها الزعيم لاحتلال المغرب، مع أنه كان عصيا على الاحتلال منذ زمان طويل. انظروا إلى البلدان الأفريقية واحتلت لسنوات طويلة، إلا المغرب فما استطاعوا أن يحتلوه. ولذلك نقول دائما الاحتلال، أما الاستعمار في اللغة فجاء من عمر يعمر، فالاحتلال لا يعمر وإنما يخرب. فإسبانيا قالت أنا أولى بالمغرب لأن لي اليد في سبتة ومليلية. فرنسا قالت أنا أولى باحتلال المغرب لأنه أقرب إليه جغرافيا بخلاف ألمانيا، فأعطي، قسموا أفريقيا وبعض البلدان العربية، كل دولة احتلت دولة وتنازلت لدولة أخرى عن دولة أخرى. ففرنسا
احتل المغرب، وسط المغرب. إسبانيا احتلت الشمال والجنوب. والاحتلال حينما يأتي لا يأتي من أجل أن يفيد الأمة، ولا من أن يعمر، ولا أن يبني الاقتصاد، ولا أن يخدم إنسانه، وإنما يأتي من أجل نهب ثروات البلد وخيراته، من أجل أن يقصي المواطن، من أجل أن يقهر الإنسان وأن يضعفه وأن ينشر الجوع فيه وأن ينشر ما يسمى وقت ذاك بالسيبة. هذه كان مصطلح معروف عند المغاربة، عند آبائنا وأجدادنا. السيبة، ما معنى السيبة؟ أن يأتي الجندي الفرنسي أو الإسباني فيدخل بيتك ويأخذ ما شاء ويهتك عرضك ويأخذ بلدك وأموالك ولا أحد يحاسبه، وكان المواطن لا قيمة له. الأراضي الخصبة كان يأخذها المحتل ويعطيها لمواطنيه الذين احتلوا بلادنا، بل كان المواطن إذا وجدوا عنده كيلو من الزرع فيحاسبونه ويعاقبونه. المواطن يأتي بدجاجة ليبيعها في السوق لا بد أن يدفع عنها ضريبة ويحاسب. التنقل من منطقة إلى منطقة أخرى لا بد من الترخيص والإذن. وطنك فأنت محبوس فيه. وآباؤنا وأجدادنا عبر التاريخ لا يرضون بالذلة والهوان، ولا يرضون بأن تحتل بلادهم ولو شبر واحد، فقاوموا بكل ما أوتوا من قوة، قاوموا بالسلاح، قاوموا بالكلمة، وطالبوا الاحتلال بأن يخلي ويفرغ بلدنا ويذهب ويرجع من حيث أتى، يعود إلى بلده لأنه محتل. ولكن المحتل لا يرضخ للمنطق ولا للكلمة الحق، لكلمة الحق، وإنما هو يرضخ للقوة، لأنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. إذا كنت ضعيف ستعيش ضعيفا إلى أن تموت ولن يرحمك أحد، كن قويا. فالمغاربة قاوموا وطالبوا الاحتلال بالخروج من أرضه، ولم يرضخ لذلك، ولم يستمع للمنطق وللتاريخ، فحاول أن يساوم ملك البلاد محمد الخامس طيب الله ثراه، أن يساومه على أن يتنازل عن حقوق المغرب وتاريخ المغرب، فرفض. ولذلك نفي لكورسيكا ومدغشقر إلى 55. فالمغاربة خرجوا على قلب واحد في البلد كله يطالبون بإرجاع محمد الخامس ملك البلاد إلى أرضه، لأنه رمز القوة، رمز السيادة، لأن القائد والراية رمزان للسيادة وقوة البلد. فلما أصروا وحاربوا الاحتلال فحين ذاك رضخ للواقع وأعلن المغرب استقلاله. لماذا جاء الاستقلال؟ لماذا هذا الاستقلال؟ الاستقلال من أجل الحرية، الاستقلال من أجل الاستقرار،
أن نستقر في بلدنا، أن نكون آمنين مطمئنين في بلدنا، لا يتحكم فينا الأجنبي، أن نكون مستقلين في اقتصادنا حتى في لغتنا. ولذلكم الذي يتحدث باللغة الأجنبية ويفضلها على اللغة العربية إنما يكرس فكرة الاحتلال. تحدث بلغة وطنك، تحدث باللغة العربية أو باللغة الأمازيغية، أنت مواطن إما عربي وإما أمازيغي مغربي، وافتخر بذلك. لذلك نتمنى أن تختفي الكتابة باللغة الأجنبية، لأن آباءنا بذلوا الغالي والنفيس من أجل الاستقلال، من أجل أن نتحرر من نير الاستعمار الاحتلال، من ربقة الاحتلال لا يتحكم فينا. فأنت حرر نفسك من الفكر، من الثقافة الأجنبية، من الأفكار الواردة، من اللغة الأجنبية. كن قويا، انتمي لبلدك واعتز بدينك، لأن المغاربة جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولا في سبيل الله من أجل هذا الدين، لأن الاستعمار الاحتلال كان يحارب ما يحارب الإسلام، يحارب الدين في عقيدته وفي قلوب المغاربة، ثم يحارب اللغة العربية ويحارب المعاهد، لأن وقت ذاك لم تكن هناك مدارس، إنما كانت معاهد دينية هي التي كانت تعلم الأجيال وتربي الناشئة، تعلمهم دينهم. ولذلك الذين بدأوا المعركة هم العلماء، هم الفقهاء. فنسأل الله عز وجل أن يرحم آباءنا وأجدادنا الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فالإنسان المواطن لا يستهين بنفسه ولا يستهين بعمله، فلا بد أن تقدم ما ينفع للأمة لترفع من قدر هذه الأمة وهذا الوطن. فلا تقل لي أنا لا دور لي، بل لك دور كبير في مجتمعك. أنت كأب وجه أبنائك لما فيه المصلحة ولما فيه المنفعة، أنت كفلاح ازرع وحافظ على منتوجاتك وقدمها للمواطن لترفع من قدر اقتصاد بلدك، أنت تاجر حافظ على تجارتك وأخلص فيها وكن صادقا فيها، أنت موظف فاصدق في وظيفتك وسهل العمل على الناس لتساهم في تنمية بلدك، أنت أستاذ مدرس فأصلح وأخلص في تربية هذه الناشئة، والتعليم هو أساس في تنمية هذا البلد، أنت تلميذ وطالب فاجتهد في دراستك لتكون عنصرا صالحا، مواطنا صالحا ترفع من قدر وطنك وأمتك. فكل واحد إذا كانت له فكرة أنه يرفع من قدر الأمة بعمله لابد أن تنصالح هذه الأمة. أما إذا كان كل واحد يقول حيد على رأسي وشقف لا يهمني هذا، فالأمة إلى ضياع وإلى إفلاس، وهذا ما لا يريده العاقل المسلم المؤمن الصالح، هو الذي يصلح بنيته بقلبه بقوله بفعله بأخلاقه
بمعاملاته، لأن هذا البلد بلدنا وبلد أولادنا وبلد أحفادنا. آباؤنا الذين جاهدوا وطردوا المحتل أين هم؟ راحوا، ذهبوا إلى الله عز وجل، ماتوا. لمن تركوا هذا البلد؟ تركوها لأولادهم. أولادهم منهم من مات وغادر، لمن ترك هذا البلد؟ لأولاده، لأحفاده، وهكذا. ولذلك دائما أقول الباني حينما يبني، كيف ما كان هذا الباني؟ بالفكر، بالمادة. أنت مقاول تعبد الطريق، فعبده لأجل أولادك وأحفادك، ولا تقل أبني هذه الساعة لأستفيد، أما غيري فليذهبوا إلى الجاحل. لا، ابني بفكرك وعملك وفعلك للمستقبل، حتى من يأتي يقول رحمه الله، رحم الله أجدادنا، خدموا البلاد، خدموا البلد وأصلحوا ونصحوا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعل من الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسن.